حجر الأسد حط علي بحكمته حقني الدماء، والفتنة وادها كل ذكاء، كل القبائل شاركت فيه، نال الحجر من طرف رداء. ولا مرة إله الكون سيدنا النبي ختم الرسالات، قال الكفار ساحر مجنون بعد ما كانوا يقولوا عليه صادق وأمين قبل عينب للنبي هدى، سمع النبي انكب عليه يكبر راسه وقدميه، اهل الطائف لما زور سيدنا محمد ربي.